على ايه اهم العادات الغذائيه، وان احنا المفروض ما ناخدش الوجبات او الوجبات ذات السعرات المرتفعه في بعد الساعه واحدة والحاجات دي كلها. فساعات ان العادات الغذائيه دي بتاثر بشكل كبير جدا، سواء كان بشكل ايجابي او بشكل سلبي. فاحنا عايزين ان احنا ما نلخبطش في الاكل، عايزين نعرف ايه العادات الغذائيه اللي تخلينا واحنا عندنا 66 سنه نبتدي نتعلم السباحه ونبقى من الابطال. ده اللي احنا هنحاول نعرفه. معانا عبر زوم دكتوره هبه عبد اللطيف، استشاري التغذيه العلاجيه. صباح الخير يا دكتور واهلا بيكي. صباح الخير يا استاذه اسماء، صباح الخير يا استاذه ايه. الحقيقه انا سعيده جدا بالخبر ده، لانه كانه خير مقدمه للي انا عايزه اقوله الحقيقه. بالظبط، احنا عايزين نعرف ايه العادات الغذائيه الخاطئه اللي ممكن نعملها وتاثر على صحتنا، وايه العادات بالعكس بقى الصحيه اللي احنا لازم نلتزم بيها. اتفضلي. طيب بصي، هو انا مثلا دي حاجه احنا بنشوفها عندنا في شغلنا، ان تيجي مثلا السيده تقول لك انا مش بعرف اخس، انا نشاطي طول اليوم مش كويس، انا وتحلف لك فعلا انا ما باكلش طول اليوم، او هي ما عندهاش استيعاب انها بتعمل حاجات غلط اثناء اليوم. طيب احنا لو عشان نختصر الوقت هنقسمهم في 5 حاجات، حاجات يعني 5 حاجات بصفه عامه تاثر على عاداتنا الصحية وسعراتنا الحرارية. طيب ايه هي؟ ايوه رقم 1، طريقة اكلي بتأثر ازاي في معدل افراز الانسولين. رقم 2، اجمالي المعدلات السعرات الحرارية اللي انا باخدها اثناء اليوم. عظيم. رقم 3، ودي مهمة جدا ويمكن جت في الخبر، التوازن ما بين الهرمونات ومعدل الاسترس والتوتر. رقم 4، حاجة مهمة قوي يمكن الناس مش واخدة بالها منها لكن بنقولها واحنا مش واعيين، اللي هي ايه بقى؟ الاكل الواعي. طيب رقم الاكل 5، الايه معلش؟ الاكل الواعي؟ الواعي. اوكي. الاكل الواعي اللي هو اصلا المفروض الوعي، يعني الوعي ده على فكرة المفروض يكون موجود في كل حاجة. مفهوم. الوعي ده اللي هو حتى لما اقعد نتكلم مع بعض يبقى عندي وعي. طيب برضه رقم بيرتبط خمسة. الاكل الواعي. رقم 5، الحركة بقى. اجمالي طبعا. الحركه بتاعتي، انا قاعده على طول على الكنبه ولا بتحرك واكتف و طيب و سريعا عشان نستثمر الوقت معاكي، انت قلتي 5 خطوات، خلينا نقف عند رقم 1، طريقة أكلي، أعمل إيه في طريقة أكلي؟ الانسولين. الانسولين الناس كلها طبعا عارفه ان هو الهرمون اللي مسؤول عن التمثيل الغذائي السليم للسكر، لكن هو الحقيقه في له وظيفه تانية مهمه جدا ناس كتير مش واخده بالها منها، ان هو بيحفز تكوين الخلايا الدمنيه ويمنع تكسيرها. فتلاقي السيده من دول تقول لك انا والله انا ما باكلش طول اليوم، انا ما باكلش، بس هي طول اليوم بقى بتعمل ايه؟ بتعمل حاجه بنسميها جريزنج، انها رايحه جايه تاكل نقنقه. نقنقه من حاجات بسيطه وهي مش واخده بالها منها. يعني مثلا ممكن تاخد بونبونيه وواحده بطاطس، إيه تمرايه. انا مش بقول ان التمر وحش، هو تمر كويس، طبعا. لكن تاخده قد ايه وامتى وازاي؟ وما افضلش طول اليوم انا عماله بنقنق. كده انا بعمل ايه بقى؟ انا يمكن اجمالي السعرات الحراريه بتاعتي اللي انا واخداها مظبوط او مش مزوده، ده يعني لسه هنخش في موضوع السعرات الحراريه، لكن انا بتكلم انه لا، مزايد سعراتي الحراريه كلها اجماليها اثناء اليوم مظبوطه، لكن معدل الانسولين بتاعي طول اليوم ثابت. طب انت قلتي او نقطه بالعكس، مهمه جدا عايزين نفهمها، التوازن بين الهرمونات، اي تاثيرها ايه؟ دي نقطه ثانيه بقى، التوازن بين الهرمونات. احنا برضو التمثيل الغذائي بتاعنا له بيدخل فيه هرمونات كتير، الكورتيزون مثلا، الاسترس، التوتر، طبعا. النوم، هل بنام كويس ولا بنامش كويس. لقوا الناس اللي هي ما بتنامش كويس بيحصل ريفلكس انه هرمون معين بتاع الجوع اسمه جرينين بيزيد جدا في الجسم، فهي تبقى غصبا عنها جعانه، فتلاقيها بتاكل اكتر من العادي او جعانه وعندها يعني توتر. هي بتبقى فعلا الكورتيزون جعانه ولا متهيئ لها ان هو ان هي جعانه لا، ودي تنقلنا بتبقى للاكل فعلا الواعي؟ بتبقى فعلا جعانه. عدم النوم بيزود افراز الجرالين في الجسم، ففعلا وده مسؤول عن الجوع، فعلا بتبقى جعانه. ده مثلا عدم النوم. الكورتيزول، الكورتيزول ارتفاعه ده بيعمل حاجه، يعمل مثلا دهون على البطن، يعمل تلاقي الست أيوة. عندها حتى لو بتاكل كويس واجمالي السعرات بتاعتها الحراريه كويسه تلاقي عندها كرش، او الراجل عنده كرش. فخلي بالك هي كل نقطه منهم، انا ممكن اكون عامله دي كويس بس دي عامله غلط، عاملاها غلط، وفي الاخر السعرات كلها او يعني النتيجه مش النتيجه المرضيه اللي انا عايزاها، وصحتي في الاخر كلها متاثره. طب تيجي نقول اكزامبل بسيط عن الاكل الواعي مثلا. ايوه من ضمن الحاجات ان انا مثلا اكون قاعده قدام التلفزيون وباكل،
ومش دريانه انا باكل قد ايه. اجي اسال السيده او الراجل حضرتك تاكل قد ايه، يقول لي والله ما باكل كتير، مش باكل كتير. هو على فكره ما كدبش، هو مش هو أكل واعي ان هو غير اكل، واعي، وهو بيتفرج على التلفزيون وما بياخدش باله مش بالكمية. واعي. او ان احنا مثلا زي عاداتنا الصحيه الغذائيه المصريه، احنا بنتجمع على السفره وبناكل كلنا ونغرف مثلا، ايه مش بغرف طبق، انا عماله بلقلق من الطبق ده، اخد من هنا صباع محشي، أيوة، طبق الورق عنب اللي بيبقى اخد محطوط اخر في صباع النص محشي، ده مشكله قاتل لو حقيقة. هتعمل. ايوه ممكن انا ممكن اكل صباع المحشي، ممكن اكل معلقتين الرز، ثلاثه رز، ممكن اكل العيش، بس ابقى عارفه وعندي وعي انا اكلت قد ايه، فاغرف في طبقي، طبقي على قدي، عارفه الكميه اللي انا خدتها. دي مثلا حاجه من ضمن الحاجات التانيه اللي بتحصل في بيوت مصريه كتير. تيجي الام هنتغدى، جم الولاد، جم مثلا بعدها بوقت معين مثلا، او حد من الولاد بيتاخر، تقوم تحط الاكل تقعد معاه. يجي الاب مثلا في اخر اليوم تحط الاكل تقعد معاه، طبعا وهي فهي بتقعد معاه عماله لازم مثلا تشارك. اه طبعا اكيد، مشاركات بسيطة. حتى لو بتشارك بحاجات خفيفه، هي بالنسبه لها دي حاجات خفيفه. حقيقي انا حقيقي. ما اكلتش كتير، لكن انا بقى معدل الهرمونات بتاعي بتاع طبعا الانسولين بقى اخباره ايه طول اليوم، بالاضافه مرتفع. لاجمالي السعرات الحراريه. طيب في حاجه كمان مهمه في السعرات واخر الحراريه، انا حاجة بقول بقى لك من عشان وقت التوقيت، معلش ده اخر حاجة، اتفضلي. طيب ممكن مثلا ناس تقول لك انا ما باكلش، بس انا مثلا باكل لب، اللب ال 100 جرام لب، ليه 100 جرام يعني اقل من التمن، فيهم 500 سعر حراري. يعني لو بتكلم على سيده بتتحرك ومحتاجه 2000 سعر حراري وطويله، ده ربع احتياجاتها اليوميه في شويه نعناقه لب وفول سوداني. يعني طبعا انت ما انساش ختمتي الحركه. الحقيقه خير ختام. يعني انا من الناس اللي بتدخل على اللب ده ما بقفش غير ما بيخلص، هو دهون فانت صحيه، ختمتي دهون خير صحيه، ختام. شكرا دهون للدكتور، صحيه، شكرا لب شكرا لحضرتك الدكتوره هبه عبد اللطيف، استشاري التغذيه.